أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج النقطة إلى السطر في حلقة خاصة. هذه الليلة نتوقف مع ضيوفنا الكرام لتحليل ومناقشة رهانات وأبعاد الاستراتيجية الملكية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، رؤية متبصرة تروم جعل المملكة المغربية بلدا رائدا في مجال الطاقات البديلة. الرؤية الملكية الاستراتيجية والاستشرافية التي نجني اليوم ثمارها على أرض الواقع حدد معالمها جلالة الملك منذ أكثر من عقدين من الزمن، كان تصورا واضحا ورؤية بعيدة المدى وطموحا كبيرا يحدو جلالة الملك، وهي اليوم من عناصر قوة المغرب وحافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. بعد نظر جلالة الملك وضع المغرب على سكة البلدان المنتجة للطاقات النظيفة، اختيارات استراتيجية واستثمارات مهمة ومشاريع طاقية ضخمة بجدوى اقتصادية عالية وقيمة مضافة كبيرة. الاقتصاد الأخضر، النجاعة الطاقية، الطاقات النظيفة، الانتقال الطاقي، عناوين بارزة لقصة نجاح عنوانها مغرب التحدي، مغرب الإنجازات، ومغرب التنمية. مشاهدينا الكرام، تابعتم معنا جميعا يوم السبت الماضي مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفات 2023-2027 وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة المكتب الشريف للفوسفات المتعلقة بهذا البرنامج أمام أنظار جلالة الملك. عن هذا التوجه الإرادي الذي كرسه جلالة الملك منذ عدة سنوات في مجال الانتقال إلى الطاقات الخضراء والاقتصاد الخالي من الكربون تدور مجريات النقاش هذه الليلة في برنامج نقطة إلى السطر مع ضيفي الكريمين الأستاذ بدر الزاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال، مرحبا سي الأزرق. مرحبا. والسيدة حنان مرشد المديرة التنفيذية للتنمية المستدامة بمجمع المكتب الشريف للفوسفات، أهلا بك سيدة حنان. أعتقد أن دوبك هذا الحوار. طيب، بفضل التوجيهات الملكية السامية سنة 2012 تمكنت مجموعة المكتب الشريف للفوسفات من خلال البرنامج الاستثماري 2012-2021 من ترسيخ مكانة المغرب في السوق العالمية للأسمدة الفوسفاتية. طيب، واش تقربنا من نتائج اللي تم تحقيقها في هذا البرنامج الأول 2012-2021؟ أولا وقبل كل شيء شكرا للاستضافة. مرحبا. إذن بالفعل تنزيل التعليمات السامية لصاحب الجلالة سنة 2012 قام المكتب الشريف للفوسفات بإنجاز مخطط تنمية صناعية، هو الموجة الأولى من التنمية الصناعية اللي امتدت من 2012 حتى 2021، وكان الهدف ديالها أولا رفع القدرة الإنتاجية ديال المكتب الشريف للفوسفات إلى جوانب أخرى كاستعمال الطاقات النظيفة، المياه الغير الاعتيادية، إنتاج عدد أكبر وتنوع أكبر من الأسمدة اللي كنا كنطرحوها في السوق. فهذا البرنامج مكن من رفع القدرة الإنتاجية للمجمع الشريف للفوسفات من 4 مليون طن سنويا ديال الأسمدة إلى 12 مليون طن سنويا كما هو الحال الآن، وقد تطلب ضخ 8 مليار دولار للاستثمار في جميع هذه المنشآت الصناعية اللي تم إنجازها على أرض الواقع. هذا البرنامج كذلك مكن من خلق تقريبا 8400 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وأشرك أكثر من 400 مقاولة مغربية في إنجاز هذا المخطط. اليوم بفضل هذا البرنامج نحن نتوفر على قدرة إنتاجية مهمة تجعل من المكتب الشريف للفوسفات رائدا في مجال إنتاج وتصدير الأسمدة الفوسفاتية على المستوى العالمي. بمعنى أنه الأفكار والبرامج التي تم وضعها خلال هذه الفترة أو خلال البرنامج الأول 2012-2021 يعني تم تطبيقها بالكامل على مستوى الاستثمارات، على مستوى المقاولات المتوسطة والصور التي اشتغلت في المجال، ثم كذلك على مستوى تشغيل اليد العاملة.
بالفعل بالفعل فهذا الى زياده في الانتاج. بالفعل فحاليا كنتوفروا كما قلت على هذه القدره الانتاجيه المهمه. وهناك مناصب شغل مهمه اللي تخلقات بطريقه مستديمه ولحد الان ما كانت من ادماج العديد من الشباب في مختلف المناطق اللي توجد فيها المناجم والمحطات الكيميائيه ديال المجمع الشريف للفوسفات. وبذلك فنحن كملنا البرنامج الاول وعلى اهبه اطلاق البرنامج الثاني للاستثمار. نعم البرنامج الثاني للاستثمار في الطاقات يعني الخضراء اللي تم تقديمه امام جلاله الملك يوم السبت الماضي، ربما في افكار كثيره وفي يعني برنامج يحدد او يوضح الى اي مدى نجاح التجربة الأولى ودخول المغرب في مرحلتين الثانية هي استمرار للمرحلة السابقة. لكن قبل ما نمشي الحديث على هذا المضمون ديال البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد، بغيت توقفوا عند المصطلحات اللي تم يعني التعامل معها بطرق علمية، واللي طبعا المهتمين والمتابعين لهذا البرنامج الكبير يبغوا يعرفوا المضامين ديالها. طيب كنسمعوا مثلا الهيدروجين الأخضر، الطاقات الخضراء، الاقتصاد الخالي من الكربون، هي عناصر أساسية في التحول الطاقي في المغرب. يعني شنو كتعني هذه المصطلحات بالنسبة للمشاهد العادي؟ بالفعل لابد من بسطوا هذه المصطلحات لأن هي الأساس اللي كيرتكس عليها البرنامج الثاني. فأولا هذا الشيء كله كيندرج في إطار الخطة الشاملة التي أطلقها صاحب الجلالة نصره الله من أجل جعل المملكة مملكة رائدة في الانتقال الطاقي وفي استعمال الطاقات البديلة كالطاقة الريحية، الطاقة الشمسية، والحد من انبعاثات الكربون. علاش هذا النقاش كامل على المستوى العالمي مهم؟ لأنه حاليا نحن نعيش أكثر من أي وقت مضى مخلفات الاحتباس الحراري، فإحنا كنشوفوا بأن الحرارة ديال الأرض ترتفع على المستوى العالمي، بأنه كاين ندرة مياه، كاين أزمة جفاف، كاين بعض الاضطرابات الجوية اللي ضربت بعض المناطق اللي كانت غير متوقعة كأعاصير إلى غير ذلك، وهذا كله ناتج على الاحتباس الحراري الذي تتسبب وفيه هذه الانبعاثات الغازيه ديال ثنائي اكسيد الكربون واولا غازات مشابهه اللي كتدير واحد الغلاف على الارض وكتجعل الحراره ديال الارض ترتفع. وكان المنتظم العلمي الدولي اجتمع من اجل الحد من هذه الظاهره ووضع مخططات التي من بعد هبطت على شكل مخططات وطنيه لجميع البلدان. وهذه المخططات هدفها هو الانتقال بالصناعه من صناعه دابا ملوثة منتجة للكربون إلى صناعة نظيفة. في هذا الإطار المغرب بلد رائد لأنه من أول البلدان اللي اندرجت في الحد من انبعاثات الكربون والغازات المسببة للاحتباس الحراري. في 2021 كان ما يسمى بالمساهمة المحددة وطنيا للمغرب وصلت للهدف ديال الحد من الانبعاثات الغازية على أفق 2030 ب 45.5% أقل، وهذا من النسب الأكثر طموحا في العالم. وفي هذا الإطار المكتب المجمع الشريف للفوسفات يندرج في هذا المخطط، وقد أخذ على عاتقه تحدي الوصول إلى الحياد الكربوني في أفق 2040. شنو هو الحياد الكربوني؟ أي مؤسسة صناعية أو غيرها عندها ما يسمى بواحد البصمة كربونية، يعني شحال ديال الكربون كتسبب فيه، سواء المنشآت ديالها، سواء المواد اللي كتستوردها. مثلا فاش كانت كتصنع راه عندها حتى هي واحد البصمة كربونية، أولا المنتجات اللي كتطرحها في السوق فاش كيكونوا كيتستعملوا مثلا الاسمده او غيرها راه كينتجوا حتى هما واحد النسبه كربونيه. فالجميع ديال هاد النسب هذه وهاد المكونات ديال الانبعاثات الكربونيه اللي كتجي في جميع هاد المراحل كلها كتسمى البصمه ديال المؤسسه. الحياد الكربوني هو انه نوصلوا اننا هاد البصمه الكربونيه نجيبوها لصفر، صفر انبعاث كربون. وكان المنتظم هذا تحدي كبير. كان المنتظم الدولي في اتفاقية باريس للمناخ حط هدف بأنه للحد من هذا الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة ديال الأرض خاص العالم يوصل للحياد الكربوني في أفق 2050. وباش يوصل لأفق 2050 للحياد الكربوني يجب عليه أن يتخلى على الطاقات الأحفورية، يعني ما يسمى بالغاز الطبيعي، البترول الى غير ذلك، يعني المعروفين المتداولين اجل، ويستبدلها بالطاقات النظيفه.
وفي هذا الإطار كتلعب الطاقة النظيفة دور مهم. هنا كيجي الدور ديال الهيدروجين. الهيدروجين مكون أساسي في الصناعات الكيميائية، في مجال الطاقة إلى غير ذلك، لأنه هو يستخرج من الغاز الطبيعي حاليا. أكثر من 95 و 96% ديال الهيدروجين اللي متداول على وجه الأرض هو عنده مصدر أحفوري من الغاز الطبيعي، ولكن كاينة طريقة أخرى باش ننتجوا الهيدروجين، هو من الماء، لأن الماء فيه هيدروجين وأكسجين. صحيح. يعني إلا عندك طاقة نظيفة وكتستعمل هذاك الكهرباء النظيف اللي جاي من أشعة الطاقة الشمسية ولا الطاقة الريحية، وكتكسر جزيئات الماء باش تخرج الهيدروجين، كيتسمى هيدروجين أخضر. هذا هو الهيدروجين الأخضر. يعني هذا الهيدروجين سوف يعوض الهيدروجين اللي جاي من الغاز الطبيعي، ومن هنا الاستعمال ديالو غادي يؤدي بنا الوصول إلى الحياد الكربوني. نعم. طيب أنا غنبغي نشوف مع الأستاذ الزهير هذه المسألة، هذه الاختيارات أو الاستراتيجية الملكية التي بدأت منذ عقدين من الزمن فيما يخص جعل الطاقة النظيفة هي كأسلوب في الحياة في الاقتصاد المغربي، وتأثيرها على على الاقتصاد وعلى المجتمع وعلى البيئه بشكل عام. كيف تنظر الى هذه الرؤيه الاستباقيه للاستراتيجيه الملكيه فيما يخص الانتقال الى الاقتصاد الاخضر؟ يعني هذه الرؤيه الاستباقيه لصاحب الجلاله هي ليست ولدت اليوم، نحن تحدثنا 20 سنه تقريبا عقدين من الزمن ونحن نؤسس لهذه المرحله. حتى على مستوى انتاج الفوسفات او التوجهات الاستثماريه الكبرى في قطاع الفوسفات راه ابتداء من 2012 وقبل 2012 ونحن نؤسس لهذه المرحله. وبالتالي هذا التوجه نحو الطاقه الخضراء لم يكن اعتباطا ولم يكن فقط ترفا بالنسبه للمملكه المغربيه، بل هو جاء بعد دراسات وتشخيص عميق لحاجيه المغرب ولامكانيتها ايضا على مستوى الطاقه. فبالنسبه للمغرب التحول نحو الطاقه الخضراء هي ضروره قصوى، لاننا لا نملك ما يكفي من الطاقه الاحفوريه من اجل تمويل حاجيات الاقلاع الصناعي، التوجهات يعني الاستثماريه بالنسبه مثلا للمجمع الشريف للفوسفات، مع العلم ان قطاع الفوسفات يستهلك أكثر من 7% من الاستهلاك العام للطاقة في المغرب و 1% من استهلاك الماء في المغرب. وبالتالي كان من أجل أن يكون هناك إقلاع اقتصادي حقيقي أن نحقق استقلالية طاقية، والاستقلالية الطاقية هي كانت أحد البواعث الرئيسية التي استند إليها أو استند إليها في مجموع السياسات العمومية المتعلقة بالطاقة، وكذلك التوجه نحو الطاقة الخضراء. وأظن صاحب الجلالة حين دفع باتجاه التفكير في هذا النسق وفي هذا الإطار وبهذه السياسات العمومية المتعلقة بإرساء قواعد ودعامات متينة بالنسبة للتوجه القطاع الاقتصادي أو مشهد الطاقي في المغرب نحو الطاقة الخضراء، كان يؤسس لفلسفة جديدة بالنسبة للمغرب هي تدفع باتجاه أول شيء الوفاء بالتزاماته على المستوى الدولي بالنسبة لتخفيض الكربون، وتحدثت الأستاذ عن نداء باريس وإعلان باريس وعن التزاماته أثناء كوب 22 في كوب بالنسبة للمؤتمر اللي تنظم في مدينة مراكش وتحتضنه المغرب بالنسبة لكوب 22. كوب 22 كوب 22، فكان هاد الالتزامات هي كانت أيضا أحد البواعث اللي دفعت المملكة المغربية لتسريع مسلسل المرور نحو الطاقة الخضراء، لا سواء على مستوى اليوم نحن نتحدث عن قطاع الفوسفات، لا على مستوى الإنتاج الفوسفات و الانتاج الأسمدة، ولا على مستوى قطاعات أخرى. اليوم قطاع السيارات أيضا هو قطاع يتوجه نحو أن يكون قطاع صناعي نظيف، كذلك قطاع النقل والمواصلات في المغرب نحن نتوجه نحو وسائل النقل وبنية تحتية موجهة للنقل الأخضر والنقل النظيف. يعني اليوم اللازمة في مختلف السياسات العمومية سواء اقتصاد، فلاحة، صناعات استخراجية، هي التوجه نحو الطاقة الخضراء، لأنها تمكن المغرب أول شيء من تنزيل التزاماته على المستوى الدولي والمساعدة في التخفيض من انبعاثات الكربون، ولكن أيضا هي ضرورة بالنسبة للمغرب لأننا لا نمتلك ما يكفي من الطاقة الأحفورية، وبالتالي لا يمكن أن ندع قطاعات اقتصادية كبرى كقطاع الفوسفات والصناعات الاستخراجية والمعدنية أو كقطاع صناعات السيارات وقطاع الصناعي ككل مرتهن للاضطرابات الخارجية. ونحن رأينا كيف كان وقع الاضطرابات الناجمة عن الجائحة إبان الركود الكبير لكل الحركات التجارية بعد أن توقف مصنع العالم الذي هو الصين، وتوقفت الحركات
التجاري وحركة النقل والواقع السلبي على الاقتصاد المغربي، وكيف كان هناك وقع سلبي آخر بعد أن عادت الأمور إلى نشاطها الاعتيادي. نعم. ثم جاءت الأزمة المرتبطة بالتضخم وارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل التوريد، وكيف تحملنا جزء كبير من غلاء الفاتورة الطاقية حتى اليوم حين نتحدث عن كلفة إنتاج الأسمدة. اليوم كما أشارت الأستاذة يعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي من أجل توليد الهيدروجين، وبالتالي هذا كان يرفع من كلفة إنتاج الأسمدة، هذه الكلفة التي كانت تنعكس على القيمة التي يحصلها المغرب من وراء تجارة الفوسفات، ولكن أيضا كانت تنعكس على العالم لأن قيمة الأسمدة كانت ترتفع، وبالتالي الدول الفقيرة يصعب عليها الوصول إلى هذه الأسمدة، وقيمة الغداء المادية ترتفع بشكل كبير، وبالتالي نساهم في تكريس سوء التغذية ونساهم في أننا لا نوفر حلول لملايين الجوع لا سواء داخل القارة الإفريقية أو خارجها. إذن اليوم هذا التوجه نحو الطاقة البديلة سيمكن من تخفيض الفاتورة، سيمكن من تأمين مجموعة من الحلول الغذائية للعالم، وأظن هذا البعد هو بعد كما قلت محلي ودولي أيضا. طيب غنرجع لهذه النقطة أستاذ الأزرق، أستاذ حنان مرشيد، الآن نحن في توجه جديد، البرنامج الاستثماري الجديد الذي تم تقديمه أمام أنظار جلالة الملك محمد السادس السبت الماضي يوضح على أن البرنامج الأول يعني حقق أهدافه، وانتقلنا إلى سرعة أخرى على مستوى الاستثمارات، على مستوى الأهداف، على مستوى المقاولات الصغرى والمتوسطة، على مستوى التشغيل. يعني كيف يمكن تقديم بشكل مبسط هذا البرنامج الاستثماري الجديد؟ بالفعل أستاذتي الكريمة، فهي محطة جديدة وسرعة كبيرة، هو مخطط يمتد من 2022-2027، وهو مخطط يروم إلى ضخ 130 مليار درهم من أجل إنزاله على أرض الواقع، وبالتالي غادي تكون عنده انعكاسات مهمة من ناحية خلق فرص الشغل، يعني إذ نعتزم خلق 25 ألف فرصة شغل بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة، وإشراك بالفعل المقاولات الصغرى والمتوسطة وحتى المقاولات الكبرى المغربية في هذا البرنامج، ماشي إشراكها فهي أساس، لأنه بدون نسيج الوطني الصناعي ما غاديش تكون تنافسية، ولهذا نحن نعتزم أننا نواكب ما يقارب 600 مقاولة صغرى ومتوسطة من أجل إنجاح هذا البرنامج، ومن أجل منح أكثر تنافسية لهذا البرنامج على أرض الواقع. هذا البرنامج يروم كما قلت إلى الحياد الكربوني في أفق 2040، يعني 10 سنوات قبل اتفاقية باريس، وهذا ما يجعل مكتب شيف الفوسفات مكتبا رائدا، ويعزز ريادته الدولية ماشي غير من ناحية ديال القدرة الإنتاجية اللي غادي تدوز من 12 مليون طن سنويا حاليا ل 20 مليون طن سنويا في فوق 5 سنين أو أقل، ولكن من غير القدرة الإنتاجية هناك أيضا نوعية الأسمدة التي سوف تطرح، اللي غادي تكون أسمدة خضراء مما يرفع التنافسية ويفتح سوقا جديدا في وجه المكتب الشريف للفوسفات. طيب أستاذ حنان مرشيد، غير مسألة ديال 600 مقاولة مغربية متوسطة وصغرى، واش حددتوا طبيعة هذه المقاولات اللي هي عنصر أساسي وشريك في تنفيذ هذا البرنامج الكبير؟ هو غادي تكون من مختلف المجالات، لأنه كاين منشآت صناعية مختلفة، يعني كاين منشآت اللي غادي تنتج مثلا الأسمدة، فهي منشآت غادي نحتاجوا فيها مقاولات ميكانيكية، مقاولات ديال الهندسة، هندسة البناء إلى غير ذلك، يعني هناك العديد من الاختصاصات اللي محتاجينها. هناك كذلك مشاريع ديال الطاقة الريحية، الطاقة الشمسية، مشاريع في ميدان ديال إنتاج المياه الغير الاعتيادية، مثلا تحلية المياه وتصفية مياه البحر وتصفيتها إلى غير ذلك. هناك كذلك نحتاج ما يسمى بالخدمات، ماشي غير البناء، يعني خدمات من أجل مواكبة هذه المشاريع اللي غادي تجي. هناك أيضا نعتزم إطلاق برامج من أجل التدريب والتكوين ديال الناس اللي غادي من بعد ياخذوا هذه المنشآت ويخدموها. فهناك العديد من المجالات التي سوف نقترب منها من أجل إنجاح البرنامج، وبالأكيد وإن المقاولات يجب أن تكون من مختلف المجالات التي ينبغي إدماجها. نعم أستاذ الأزرق، هذه المسألة متعلقة بإدماج النسيج الاقتصادي المغربي في هذا البرنامج الاستثماري الضخم على مستوى الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، يعني تحدث عن 600 مقاولة مغربية متوسطة
وصغرى. اليوم هناك التقائية دائما حين نتحدث عن التوجه الاستثماري الجديد في قطاع الفوسفات، وهو يتقاطع مع التوجهات على مستوى الإقلاع الاقتصادي والإقلاع المقاولة في المغرب. حين نتحدث عن دعم المقاولات خاصة المتوسطة والصغيرة، أظن أن جزء كبير من هذه 600 مقاولة ستكون عبارة عن مقاولات متوسطة وصغيرة، وصغيرة جدا على مستوى كما تم الإشارة إليه، على مستوى الخدماتي، على مستوى الجانب الميكانيكي، على مستوى أيضا الشركات التي تشتغل على خطوط الإنتاج، يعني مجموعة من الشركات المغربية. وبالتالي هذا الإدماج أو نسبة الإدماج، إدماج المقاولات المحلية في المشهد، في مشهد الصناعة الاستخراجية، سيكون له انعكاس إيجابي على مستوى خلق مناصب الشغل، على الدورة الاقتصادية ككل، لأن ليست فقط مناصب الشغل هي المعنية بالأمر، بل أيضا استهلاك مجموعة من المنتجات التي تنتجها مقاولات أخرى. فإن كانت 600 مقاولة اليوم هي معنية بشكل مباشر بالعمل مع مجمع الشريف الفوسفات، إلا أن هناك مجموعة مقاولات سنعدها بالآلاف إن رأينا تلبية حاجيات المركب، تلبية حاجيات هذا المجمع، مع تلبية حاجية الصناعات الاستخراجية وصناعة الفوسفات. إذن سوف نكون أمام 25,000 منصب شغل سوف تحقق، ولكن ألف منصب الشغل المرتبطة الغير داخلة في هذا البعد الإحصائي، وبالتالي هي مرتبطة أيضا بأداء قطاع الفوسفات وأداء قطاع الصناعة الاستخراجية في المغرب. ولكن أنا أريد الإشارة، لأن حين نتحدث عن الإسقاطات الإيجابية لهذه التوجهات الاستثمارية الجديدة على المشهد المقاولة في المغرب، سواء على مستوى الاستهلاك الداخلي أو استهلاك المنتجات المحلية، على مستوى خلق مناصب الشغل المباشرة غير مباشرة، ولكن أنا أود الإشارة لأن اليوم المجمع الشركة الفوسفات شئنا أم أبينا هي شركة وطنية حقيقة، ولكن هي شركة عالمية، سيكون لديها أيضا إسقاط إيجابي على مستوى خلق مناصب الشغل خارج المغرب في القارة الإفريقية وفي العالم ككل. حين نتحدث مثلا على أن هناك أكثر من 12 الشركة فرعية بالنسبة لمجمع الشريف الفوسفات خارج المغرب وفي القارة الإفريقية، إذن هناك 12 مركب، هناك 12 وحدة صناعية، هناك آلاف مناصب الشغل خلقت، وهناك شركات ومقاولات إفريقية تضل في فلك هذه المجمعات. إذن نحن أمام مئات بل مئات آلاف مناصب الشغل التي يمكن استحداثها في 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 هذه الفترة المقبلة. ليس لن نتوقف هنا فقط، بل أيضا تحدثنا على 600 منصب شغل في قطاع مباشر، 525,000 منصب شغل في القطاع في صلة مباشرة مع قطاع صناعة الفوسفات، ولكن ننسى أن هناك قطاعات أخرى سوف تخلق فيها مناصب شغل ارتباطا بقطاع الفوسفات، القطاع الفلاحي. فإن تم مثلا مضاعفة الإنتاج الفلاحي فهذا يعني أن هناك مضاعفة لمناصب الشغل. إذا تم توجهنا نحو القطاع الصناعي، ونحن اليوم نتحدث على أن المغرب سوف يدخل على مستوى إنتاج البطاريات التي يدخل ضمن مكوناتها الفوسفات، إذا هناك خلق مناصب جديدة ارتباطا ومن بوابة الفوسفات أيضا، ونفس الشيء على مستوى القارة الإفريقية لمستوى العالم، أي أن مضاعفة الإنتاج الفلاحي هو يخلق مناصب شغل جديدة. إذا نحن أمام توجهات استثمارية فعلا هي ذات بعد محلي، ولكن سيكون لها أثر دولي لا يمكن تجاهله بأشكال. طيب من الأشكال غنمشوا أولا للبعد المحلي وتأثير هذه المعطيات الجديدة التي يتضمنها المشروع الاستثماري الجديد. نمشوا في المسألة ديال التحليات مياه البحر، وكنعرفوا على أنه الماء يعني شيء أساسي، توفير الغذاء، الأمن الغذائي والماء والأمن المائي يعني مسألة ضرورية. هنا كنشوفوا المشروع ديال هذا المشروع الجديد يعني غيخلي المنشآت المحيطة بالمشروع بالمنشآت الجديدة هي اللي يعني كنوصل واحد الرقم ديال 500 اكثر من 500 مليون متر مكعب اللي غتستفد منها هذه المنشآت، ولكن غتستفد منها حتى المناطق المجاورة على المستوى السقي وعلى مستوى مياه الشرب. بالفعل لأن حاليا في البرنامج الأول كانت هناك هدف من الأهداف اللي تصدرت في البرنامج الأول واللي الحمد لله توصلنا ليه، هي استعمال المياه الغير الاعتيادية، كنسمى الغير الاعتيادية بدلا من المياه السطحية والمياه الجوفية في العملية التحويلية ديالنا والعمليات المنجمية. حاليا
30% ديال الاحتياجات ديالنا من الماء هي مغطاة بمحطه تحليه المياه اللي نشأناها، ولا المحطه تصفيه المياه العديمه ديال ثلاثه المدن يوسفيه بن قرير خريبكه. حاليا نستورد كاع المياه العديمه ديال هذه المدن وكنصفوها في المنشات اللي بنيناها وكنستعملوها حاليا في المناجم. وغير مؤخرا قبل من المحطه ديال اكادير لتصفيه المياه والمشاريع التي تم الاعلان عليها، كانت محطه الجرف الاصفر اكبر محطه في المغرب لتحليه المياه البحر واستعمالها في المنشات الصناعيه ب 25 مليون متر مكعب. الان الهدف هو ماشي غير نوصلوا ديك 30% الحاليه ل 100%، يعني نغطوا كامل حاجياتنا ولكن مع ذلك غادي نرتكزوا على هذا الاساس باش نستعملوا الخبره اللي وظفناها في هذا البرنامج الاول من اجل الرفع من القدرات الانتاجيه ديال المياه ديال محطه تحليه المياه البحر واستعمالها في الصناعه وكذلك في المياه الصالحه للشرب من اجل الساكنه المجاوره لمنشاتنا، وكذلك من اجل امداد المناطق الري بالماء من اجل تشجيع الزراعه عن طريق الري في المناطق التي تجاور منشاتنا. فهذه 500 مليون متر مكعب او اكثر تاتي بحصه ضئيله من اجل تكميل 70% اللي باقي محتاجها المجمع الشرفي للفوسفات، وكذلك تكميل الاحتياجات اللي غادي تجي مع المخطط الجديد، وكذلك تزويد المدن المجاوره مثلا اسفي الجديده قبل نهايه هذه السنه. نعتزم تزويد هذه المدن ما يناهز 40 مليون متر مكعب قبل نهايه هذه السنه، و 500 مليون تاتي لتكميل كذلك حاجيات الري للمناطق المجاوره. طيب هنا كنشوفوا على انه التوجيهات الملكيه والرؤيه الملكيه في جعل هذا المشروع في ابعاده سوسيو اقتصاديه واجتماعيه، على اعتبار ان الحديث عن الماء والحديث عن الامن الغذائي والامن المائي كيبقى يعني المغرب رائد في يعني في وضع لبنات وقواعد هذا الموضوع، لانه المسألة مرتبطة ليس فقط بالأمن المائي والأمن الغذائي، ولكن مرتبطة بالرؤية الاستباقية الاستشرافية للاستراتيجية الملكية فيما يخص هذا الموضوع ديال الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. أكيد مسألة كما قلت في بداية أن صاحب الجلالة يعني قبل الحديث اليوم عن حدة التغيرات المناخية، عن الأزمة الماء، عن كل هذه التمظهرات الاضطرابات المناخية خلال الخمس سنوات الأخيرة، كانت هناك توجهات سبقت هذا الأمر. نحن نتحدث عن 2012، نتحدث على توجهات سبقت 2012، يعني المغرب كان رائد على المستوى الافريقي والدولي ايضا في انشاء محطات الطاقات الشمسيه نور واحد ونور جوج وعدد كبير من محطات الطاقات الريحيه. اليوم لدينا بنيه تحتيه قويه في المغرب التي تؤهلنا الى تعزيز طموح المغرب في الوصول فوق سنة 2040 إلى تأمين على الأقل 60 إلى 70% من احتياجاتنا من الطاقات المتجددة. اليوم نتحدث عن المجمع الشرفي للفوسفات ويتحدث في أفق 2040 على أنه البلوغ الحياد الكربوني النهائي. إذا مجموعة من المقاولات في هذا الاتجاه، كذلك على مستوى النقل السككي. إذا لدينا طموح، لدينا أهداف كبيرة تتجاوز حتى عدد كبير من الدول المجاورة أو الدول التي اقتصاديا هي مشابهة للمملكة المغربية، أي أن المملكة المغربية اليوم هي لديها السبق على هذا المستوى بفضل الرؤية الملكية الاستباقية والتي نعيش اليوم. نحن ندخل في سرعة ثانية من التوجيهات الملكية، يعني ثم تحقيق الأهداف على المستوى الأول على مستوى المرحلة الأولى، ثم نمر إلى مرحلة ثانية. إذا اليوم كما قلت هناك توجهات على مستوى إيجاد حلول لمسألة الماء في المغرب، وهناك توجه بسرعة قصوى نحو إنشاء محطة تحلية، نحو إنشاء شبكات لترشيد السقي، نحو البحث عن حلول أخرى من أجل على الأقل مواجهة حدة دورات الجفاف وكذلك التغيرات المناخية المقبلة والتي من المتوقع أن تكون أكثر حدة، وبالتالي ضمان رافد مائي مستقر وضمان سيادة مائية للمملكة المغربية واستقرار للإنتاج الفلاحي في المغرب. ثم هناك توجه نحو الجانب الطاقي أيضا المغرب يريد أن يعزز سيادته الطاقية وصولا إلى الاستقلالية الطاقية، ولكن هذا التوجه أيضا أملته كما قلت التزامات المغرب الخارجية، ولكن أيضا ضرورة الإقلاع الاقتصادي في المغرب، لأنه لا يمكن كما قلنا أن نحقق الأهداف الاقتصادية المرجوة من قطاعات من الصناعة أو من الفلاحة أو من غيرها دون أن تكون لديك سيادة طاقية. والسياسة الطاقية في المغرب اليوم لا نقاش، لا يمكن أن تكون أحفورية بأي شكل من الأشكال، بل قد تكون خضراء
وإيكولوجية ورفيقة بالبيئة ولدينا كل الإمكانات اليوم، الطاقة الشمسية، الطاقة الريحية إلى حدود اليوم، هناك إمكانيات حتى لاستغلال طاقة البحر والمحيط الأمواج، يعني هناك مجموعة من التقنيات، والمغرب لم يتوقف على هذا المستوى، بل كانت توجيهات صاحب الجلالة أنه لا يجب أن نكتفي فقط باستيراد التكنولوجيا، بل يجب أن نؤسس لبحث تكنولوجي وبحث علمي في المغرب حتى نضمن تكنولوجيا مستدامة. وأظن حتى اليوم المجمع الشريف الفوسفات هو منخرط في هذا الأمر، الآن جامعة محمد السادس يعني سنأتي إلى هذا الموضوع ديال الخبرة المغربية في هذا المجال. غنمشي عند الأستاذة حنان مرشيد. هناك الاستثمار في سلاسل الطاقات المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الأمونياك الأخضر، ربما غيفتح المجال للمغرب باش يولج سوق الأسمدة. هو موجود ولكن غيزيد يأكد المكانة الكبيرة للمغرب في هذا السوق، على اعتبار على أنه مجال فيه تنافسية من نوع آخر. بالفعل أستاذة، فكما قلت الاعتزام ديال المجمع الشريف للفوسفات للوصول إلى الحياد الكربوني في أفق 2040 يعني أنه سوف يطرح في السوق العالمية أسمدة خالية من الكربون، وهذا في حد ذاته صديقة للبيئة. صديقة للبيئة بالفعل، صديقة للبيئة من عدة نواحي. أولا كان مكون ديال الكربون اللي هو مكون أساسي، ولكن كان كذلك العمل الذي دأب عليه المجمع الشريف للفوسفات منذ سنوات على إنتاج أسمدة مسؤولة من أجل رعاية التسميد المسؤول. ما معنى هذا الكلام؟ معناته خاصنا نطرحوا مواد التي تستجيب بالضبط لما تحتاجه التربة وما تحتاجه المزروعات التي نعتزم مثلا أننا نزرعها في واحد المنطقة، وماشي كاع المناطق تتشابه، ماشي كاع التربات تتشابه، كل تربة عندها المتطلبات ديالها من فوسفور، من نيتروجين، من بوتاسيوم. فالمجمع الشريف للفوسفات رفع من أنواع الأسمدة التي ينتجها من 4 ولا 5 ديال الأنواع اللي كانت من قبل هذه 5 ولا 6 سنوات الأكثر من 40 نوع دابا مكيفة على حساب كل تربة ومناطق ديال العالم، سواء مثلا القارة الإفريقية ولا المغرب ولا هذا. المجمع الشريف للفوسفات عاملة على مع شركاء داخليين وشركاء خارجيين في الدول الأخرى التي نعمل معهم على إنتاج خرائط لمسح التربة وتحليلها ونتعرف على المكونات ديالها باش ننتجوا أسمدة التي تجيب بالضبط المتطلبات ديال هذيك التربة. وبالتالي فهذا ما يسمى بالتخصيب أو لا التسميد المسؤول، والذي يجنبنا أننا نوضع بعض المواد بالزيت أكثر من اللازم في الأرض، واللي عندها أضرار بيئية اللي حاليا كتفتح واحد نقاش عالمي على الأضرار ديال الفلاحة على المجال البيئي. بالتالي احنا كنعملوا بشكل مكثف على هذا المجال، ولكن ملي غادي نجيبوا هذا المجال إلى جانب الحياد الكربوني فنحن نطرح منتوجا رائدا في السوق، مما يفتح مستقبل كبير من أجل منتوجات المغربية على المستوى العالمي. نعم. طيب دائما انطلاقا دائما من استراتيجية الملكية فيما يخص هذا الموضوع بالذات، توجه المغرب ليس فقط محليا ووطنيا، ولكن يدخل دائما في حساباته وشراكته القارة الإفريقية، على اعتبار أنها أو من ناحية المناخ، يعني هناك مناخ إلى حد ما لا يستجيب وتطلعات هذه القارة فيما يخص تأمين الغداء وتأمين الماء. كتبقى هذه الاستراتيجية دائما هذه الاستراتيجية المنفتحة على العنصر البشري، على 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 إفريقيا بطموحاتها بأحلامها، ويجعل المغرب يعني رائدا في تثبيت علاقات إنسانية واقتصادية مع هذه القارة. المملكة المغربية على عهد صاحب الجلالة لم تكتفي فقط بالترافع عن القارة الإفريقية وعن قضايا القارة الإفريقية، بل كان هناك مجهود ميداني. هذا المجهود الميداني قبل 20 سنة وأعود إلى حد التاريخ ارتبط بتحركات ميدانية لصاحب الجلالة، وكنا نتذكر تلك الزيارات الميدانية الكثيفة التي تعدت 14 زيارة لعدد كبير من الدول الإفريقية، 3 توقيع عدد كبير من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية. ثم جاءت مرحلة تنزيل مقتضيات هذه الاتفاقيات التجارية والاقتصادية على شكل شراكات مع معظم الدول اليوم. حين نأتي إلى الحجم الاستثماري في المغرب على المستوى الاقتصادي ويتجاوز مليار دولار، أي هو ينافس كبار المستثمرين في القارة الإفريقية، الصين، الولايات المتحدة، تركيا وغيرها، بل أضحى يزعج كثير من القوى الاقتصادية الكبرى داخل القارة الإفريقية. هناك حضور لشركات الاتصالات، شركات التأمينات، القطاع البنكي في المغرب، وهناك حضور قوي للمجمع
الشريف للفوسفات كما تحدثنا 12 شركة فرعية، هذا أمر ليس بالسهل. اليوم طموح مجمع الشريف للفوسفات إلى رفع عدد الشركاء داخل القارة إلى أكثر من 40 شركة، أي 40 دولة. هذا التوجه كان يوازيه توجه آخر على مستوى الترافع لضمان أمن غذائي للقارة الإفريقية على مستوى مختلف المحافل الدولية. آخرها كانت القمة الأوروبية الإفريقية التي وجه إليها صاحب الجلالة رسالة خاصة دعا من خلالها أن تتجاوز أوروبا المقاربة الاستعمارية وأن تتحول إلى شريك حقيقي للقارة الإفريقية وتساعد على صياغة نموذج إفريقي اقتصادي خالص. هذا التوجه وازاه توجه آخر في زمن الأزمة، نتذكر كوفيد، دعم المملكة المغربية لعدد كبير من الدول الإفريقية بالأدوية باللقاحات، واليوم كذلك على مستوى الغذاء أكثر من 4 ملايين طن من الأسمدة هي موجهة للقارة الإفريقية على شكل إما بأسعار تفضيلية جدا أو مجانا لعدد كبير من الدول، إلى جانب كما قلت الوحدات الصناعية، خلق مناصب الشغل. كل هذه المجهودات أثمرت، مثلا حين نرى أن مجموعة من المحاصيل في القارة الإفريقية، نيجيريا على سبيل المثال، إنتاج الذرة ارتفع ب 48%، السنغال إنتاج الدخن ارتفع ب 63%، عدد كبير من الدول تحتضن مركبات كبرى كإثيوبيا كنيجيريا كسنغال هي تراجع اليوم منظومتها الفلاحية وسياستها الفلاحية في ظل هذه الشراكة القائمة مع المملكة المغربية. نعم. إذن المغرب اليوم هو يساهم بشكل ميداني في محاربة الجوع، في محاربة الغداء، وفي ضمان الاستقرار الأمني والسياسي للقارة الإفريقية. ثم لا ننسى أن هناك مشروع آخر إلى جانب كل هذه التوجهات، ومشروع يسعى من خلال المغرب إلى ضمان استقلال طاقي لأكثر من 13 بلد إفريقي، أنبوب الغاز المزمع أن يتوجه من نيجيريا إلى المغرب. إذن المملكة المغربية قد عملت على تنزيل كل ما ترفعت به على مستوى المحافل الدولية ميدانيا، واليوم وصلنا مرحلة حصاد النتائج الأولية وهي نتائج تبشر بكل خير. طيب نرجع دائما في إطار الحديث عن البرنامج الاستشاري الاستثماري الجديد، إلى هدرنا بالأرقام، عندنا مثلا استثمار إجمالي يقدر ب 130 مليار درهم ما بين 2023-2027، كيحقق نسبة إدماج محلي كتوصل 70%، 600 مقاولة مغربية متوسطة وصغرى تواكب هذا المشروع الكبير، خلق 25 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر. نحن أرقام كبيرة في سبيل يعني وضع قاعدة قوية الاستثمار في مجال الأسمدة التي تحتاجها ليس فقط المغرب وليس القارة الإفريقية ولكن العالم. كيف تنظرون إلى هذه الأرقام الطموحة لخلق هذا الإطار الذي يتحدث عنه البرنامج الاستثماري الجديد؟ بالفعل أستاذة، ما هي إلا تنزيل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة نصره الله بخصوص الريادة في مجال الطاقة البديلة، وكذلك تنزيلا لمقتضيات اجتماع 22 نوفمبر من هذه السنة اللي حتى على الاستثمار في طاقات نظيفة وخصوصا الهيدروجين الأخضر وبالتالي الأمونياك الأخضر اللي هو مشتق من الهيدروجين كمكون أساسي لصناعتنا. نحن اليوم نعتبر أول مستورد للأمونياك في العالم، يعني إلى استطعنا أننا نطور الأمونياك ديالنا انطلاقا الأخضر انطلاقا من الهيدروجين الأخضر محليا، مرتكزين على الطاقات التي ستوفر عليها البلاد، الطاقة الريحية، الطاقة الشمسية، وهي مكون أساسي وجد مهم، لأن ماشي كاع الدول عندها الطاقة الريحية والطاقة الشمسية ومكتملتان بطريقة أنها يمكنك من إدارة مثلا منشأتك الصناعية طول اليوم، لأن يعني كاين مناطق عندنا في المغرب اللي عندك الريح في الليل والشمس في النهار، هذا في حد ذاته واحد المكون أساسي لإنجاح هذا البرنامج. وبالتالي هناك الرؤية المتبصرة، هناك الإطار، هناك البنية التحتية، هناك التوجه ديال المملكة، وهناك الموارد الطبيعية، الشمس، الريح، الفوسفات، وهناك محافل الابتكار، وهناك شباب والطاقة الإنتاجية ديال الناس ديالنا، جميع المكونات اللي كتسجل لنا ماشي غير مطمئنين متيقنين من الوصول الى هذه النتائج التي نعتزم انجازها من ناحيه الاستثمار، من ناحيه المكونات. البرنامج يطمح الى الرفع من القدره الانتاجيه
يطمحوا الى انتاج حقول كبيره ديال الطاقه الشمسيه، حقول الطاقه الريحيه من اجل انتاج الهيدروجين، يطمحوا الى انتاج المياه المحلات، البحر المحلات، وهذا الشيء في عده مناطق من المملكه. يعني الا شفتوا الجهات، هناك منطقه مسقاله مثلا اللي غادي تفتح لاول مره كمنطقه منجميه في البلاد، يعني هناك مركز مهم اللي غادي تخلق بمناصب الشغل ديالو. هناك منطقه مزينده وهي منطقه جديده قرب النواحي اليوسفيه اللي هي غادي تكون منشاه كبيره. هناك منطقه الطرفايه التي تتوفر على موارد مهمه طبيعيه ديال الشمس والرياح والارض، وغادي تكون فيها الانتاج ديال الهيدروجين الاخضر وبالتالي الامونياك الاخضر بالكميات التي تلبي الحاجيات. وكذلك من ناحيه التكلفه ديالو غادي تكون تكلفه جد ممتازه مقارنه مع باقي المناطق. فهذا الشيء كامل كيوفر كما قلت مناصب شغل، كيوفر امكانيه المقاولات الصغرى والمتوسطه للانخراط في هذا البرنامج، وكيجعل مسح ديال مختلف المناطق في البلاد كلها مناطق جديده التي سوف يتم الوصول اليها انطلاقا من هذا البرنامج. طيب غنجي الان للمرحله ديال اللي هي اساسيه واللي هي غادي تواكب في جهه اخرى هذا المشروع الاستثماري الجديد اللي هو الخبره المغربيه المواكبة لهذا المشروع. نعلم على أنه المجمع الشريف الفوسفات عنده شراكة مع جامعة محمد السادس للتقنيات، يعني متعددة الاختصاصات، يعني الشخص المؤهل واللي عنده تكوين تقني بحت عنده علاقة بما يحدث أو عنده علاقة بما هو موضوع قاعدة يقف عليها أو ينطلق منها البرنامج الاستثماري الجديد. معنى أن الخبرة المغربية ضرورية في هذا المجال. أكيد أكيد، لأن جامعة محمد السادس متعددة الاختصاصات التقنية هي شريك أساسي وفعال في إنزال كل برامج المجمع الشريف الفوسفات على أرض الواقع، وخصوصا هذا البرنامج الذي يتطلب الكثير من الابتكار، الكثير من التطوير، الكثير من الأقلمة. يعني هناك بعض المستجدات التكنولوجية اللي موجودة عالميا ولكن يجب أقلمتها إلى وضعية المغرب ولا وضعية المناطق التي سوف نستثمر فيها، فهي شريك أساسي. ولهذا عملت هذه المساحة على إطلاق العديد من مراكز البحث مؤخرا التي تقوي وتمكن هذا البرنامج من حلول واقعية وحلول حقيقية يمكن إنجازها في أرض الواقع. مثلا فاش نتكلموا على مراكز البحث، كيتبادر للذهن ديالي مركز البحث في الطاقات المتجددة غرين انرجي بارك. غرين انرجي بارك هو مركز جد مهم، يعمل كما قلت على تكييف بعض التكنولوجيات المشاكل ولا المستلزمات المحلية. إذا تكلمنا مثلا على الطاقة الشمسية، نحن نعتزم إنشاء حقول في المناجم التي استخرجنا منها الفوسفات، يعني تثمين الأراضي المتبقية بعد الاستخراج في جعلها حقول شمسية جديدة. ولكن هناك مثلا مشكل الغبار، فهذا الغرين انرجي بارك هذا المركز كيعمل على ايجاد حلول لهذه المشاكل الجزئيه التي تتعلق بهذه المناطق. فهذا المكون الى ما كانش عندنا لن نستطيع ان ننزل البرنامج بطريقه تنافسيه وبنجاعه من ناحيه التكلفة إلى غير ذلك. هناك مركز البحث في هندسة النانو وهندسة المواد، نانو تكنولوجي، الذي كما قال أستاذنا يعمل على البطارية ليثيوم فوسفات، ليثيوم الحديد الفوسفات، هي بطارية بمعنى أنه المتطلبات والمستلزمات التي يحتاجها المجمع الشريف للفوسفات يعني يطلبها من جامعة محمد السادس المتعددة الاختصاصات لي وضع الخبره ديالها او الطلبه الذين يرتضون هذه الجامعه في تخصصات معينه تخدم البرامج و يعني المتطلبات والمستلزمات المجمع. اكيد من ناحيه التكنولوجيا، من ناحيه
التطويرات ديال الزراعه من ناحيه الادوات الزراعيه، من ناحيه الرقمنه لا ديجيتاليزاسيون اللي هي مكون اساسي في هذه البرامج كامله، لانه يعني لا يمكننا ان نصل الى الدقه المستلزمه مثلا في العمليات ديال الزراعه المسؤوله الى ما كانت عندنا برنامج ديال الرقمنه وديال لا ديجيتاليزاسيون متمكن. فهي تمكننا من هذه التكنولوجيا و هي تواكب الأفكار وترسيها على أرض الواقع. مؤخرا أطلقنا آلية إنوف إكس داخل هذا الجامعة، الجامعة التزمت على إطلاق آلية إنوفيكس لمواكبة برامج الابتكار للمكتب الشريف للفوسفات، المجمع الشريف للفوسفات، سواء على الطاقات المتجددة، سواء استخراج بعض المواد اللي كاينة حاليا في المادة الخام الفوسفاتية والتي لا تستعمل، مثلا مادة الفليور إلى غير ذلك. فهناك طاقات أخرى وموارد أخرى يمكن استخراجها وترتكز أساسا على الابتكار وعلى التطوير الصناعي. وكما قلت أستاذة، كاين المجال التكنولوجي ولكن كاين كذلك المجال تطوير الكفاءات، تهيئ الناس اللي غادي يعملوا على هذا الشيء هذا في المستقبل. فهناك ايضا مواكبه للاطر وللتكوين اللازم من اجل الاستعداد لاطلاق هذا البرنامج بعد بنائه. نعم. طيب هذا البرنامج الاستثماري الجديد يعني انتقال الى الطاقات الخضراء يعني يواكبه عمل آخر يعني في جامعة محمد السادس للمتعددة الاختصاصات، يعني هناك نوع من التكامل، هي ليست فقط شراكة بين مؤسستين ولكن شراكة تهدف إلى إيجاد خبرات مغربية مؤهلة يعني تتماشى والأهداف التي وضعها البرنامج الاستثماري. أنا أريد أن أقول شيئا في هذا الموضوع. يمكن أن اليوم إن أردنا أن نعطي شعارا للمرحلة أو شعارا للمجمع الشريف الفوسفات، لأنه التوجه نحو تعزيز الاستقلالية، استقلالية على مستوى الإنتاج الطاقي، مستوى الاستقلالية على مستوى الماء وتلبية الحاجيات المائية، الاستقلالية على مستوى المواد التي تدخل في إنتاج الأسمدة، النيتروجين، الأمونياك، الهيدروجين الأخضر، وكذلك الاستقلالية على مستوى إنتاج التكنولوجيا اليوم، لأن لا يمكن أن نطور هذا القطاع دون أن نمتلك تكنولوجيا خاصة بنا. واستيراد التكنولوجيا لا يعني أنها ستكون فعالة بالنسبة للمغرب، لأن على التكنولوجيا أن تراعي خصوصية المغرب. فحين تحدثت الأستاذة مثلا عن حقول للفوسفات لاستخراج الفوسفات سوف يتم تحويلها إلى حقول للطاقة الشمسية، برز مشكل هو متعلق بخصوصية المنطقة، أي الغبار، كيف يمكن تخليص الألواح الشمسية من الغبار، ما هي التكنولوجيا المستعملة. إذن تم تطوير تكنولوجيا خاصة بالمغرب. إذن الاستقلالية لن يكتمل هذا المشهد دون أن تكتمل بإنتاج تكنولوجيا مغربية وتكوين موارد بشرية مغاربة مغربية أيضا، عبارة عن مهندسين وباحثين، وخلق شراكات حقيقية مع كل المشهد يعني حتى تستكمل الاستقلالية. الاستقلالية بطبيعة الحال، لأن الاستقلالية توجهنا الآن، هناك خطط واعدة وأهداف واعدة على مستوى إنتاج الطاقة، يعني في حدود 2027 قد نتحدث عن استقلالية طاقية للمجمع الشريف الفوسفات. على مستوى الماء هناك توجه نحو تأمين الحاجيات الخاصة عن طريق التحلية وعن طريق تكرير المياه العديمة، هناك توجه اليوم على مستوى تكوين الموارد البشرية، ولكن أظن بأن هذا المشهد لن يكتمل دون أن ننتج تكنولوجيا مغربية خالصة وأن نصدر هذه التكنولوجيا، لأن المغرب هو الأقرب للدول الإفريقية وهو الأعلم بمدى حاجة هذه الدول لتكنولوجيا خاصة بها، كما هو اليوم طور أسمدة موجهة لدول بعينها تراعي خصوصية التربة ووضع خرائط خاصة بالتربة على مستوى العالم. إذن يمكن أن ينتج تكنولوجيا خاصة بكل دولة على حدة، وبالتالي سيحقق السبق وسيحقق استدامة هؤلاء الشركاء الاقتصاديين للمملكة المغربية. طيب سيدة حنان مرشد، شنو منتظر من المقاولات المتوسطة والصغرى اللي هي مطالبة الآن بالعمل ضمن هذا البرنامج الاستثماري الجديد؟ المقاولات الصغرى المتوسطة غادي تكون عنصر فعال في هذا البرنامج. بأكيد أنه خلال العمليات كاين مكونات يجب صناعتها أو لا استيرادها، فنحن نفضل صناعتها محليا. كنتكلموا على 70% من المنتوج الداخلي، يعني
كل ما يمكن صناعته وتطويره محليا لن نذهب في الطريق أننا نستورده. غادي تكون هناك مكون داخلي أساسي، وهذا يعود بالنفع على النسيج الوطني الصناعي ويعود بالنفع على البرنامج في حد ذاته، لأنها تخفض التكلفة، ترفع من التنافسية ومن الجودة، وكذلك تكون واحد المساحة جديدة اللي ممكن تصبح مساحة استيراد لبعض البرامج أخرى كما قلنا سابقا انطلاقا من المغرب. فمقاولات الصغرى المتوسطة عنصر أساسي وفعال من أجل إنشاء المكون الداخلي، من أجل خصوصا للعاملة في قطاع الطاقة والفلاحة. أكيد عملية الطاقة والفلاحة، الخدمات كذلك مهمة، الرقمنة تكلمنا عليها مهمة، التكوين كذلك مهم. يعني لا أظن أن هناك مجال سوف يترك جانبا انطلاقا من شمولية البرنامج ومن تعدد أوجهه، فلا يمكن أن يكون هناك شيء مجال ما غاديش يلمسوا هذا البرنامج سواء عن قريب أو لا عن بعيد. بالتالي المقاولات الصغرى المتوسطة ستكون عنصرا فعالا في هذا النسيج، وسوف نحدث آليات من أجل مواكبتها على جميع الأصعدة لكي تكون مؤهلة للمشاركة بطريقة فعالة في إنزال كل هذا المخطط على أرض الواقع. طيب أستاذ بدر الزاهر، إحنا الآن المغرب ربما هو ورش كبير المفتوح، عندنا الميثاق الوطني للاستثمار، الميثاق الجديد للاستثمار، كاين المشروع التنموي الجديد، كاين الحمايه الاجتماعيه، هي رؤى واستراتيجيه ملكيه. الان نحن في مستوى اخر في التعامل مع عنصر اساسي اللي هو الامن المائي والامن الغذائي، ليس فقط على مستوى المغرب ولكن على مستوى القاره الافريقيه وعلى مستوى العالم. هذه الافكار مجتمعه ماذا يمكن ان تعطينا لمغرب الغد ومغرب المستقبل؟ اذا نتحدث اليوم على مجموعة مشاريع مفتوحة برعاية ملكية سامية وكلها موجهة نحو مغرب جديد، مغرب بنفس جديد، بنموذج تنموي جديد، برؤية جديدة، وهو من المسؤول اليوم. اليوم توجه استثماري جديد على مستوى الصناعة الاستخراجية، توجه على مستوى إصلاح المنظومة الصحية، ورش الحماية الاجتماعية. إذا نحن بعد 5-6 سنوات على موعد مع مغرب جديد بصورة جديدة بشكل جديد. يعني والجيد في هذه الأوراش أنه كلها أوراش تلتقي فيما بينها. تحدثت عن الميثاق الجديد للاستثمار، على التوجهات الاستثمارية الجديدة للمملكة المغربية، الصناعة الدوائية، الطاقة المتجددة، الصناعة العسكرية وغيرها. إذا هناك التقائية أيضا مع الصناعة الاستخراجية، دعم المقاولات، تحقيق إخلاق اقتصادي، التوجه نحو الطاقات المتجددة. إذن كل هذه الأوراش لا يمكن فصلها عن بعض، وبالتالي أن اليوم كان التحدي هو خلق هذه الالتقائية، وأظن أن اليوم المغرب نجح في خلق هذه الالتقائية، وأن الأهداف التي سطرت سوف نبلغها في غضون فترة زمنية لأن محددة، لم تعد تلك الفترات طويلة كما كان في السابق. اليوم حين نتحدث المكتب الشرقي للفرصات 2027 مدة زمنية قصيرة جداً. ولكن بأهداف كبرى. كذلك ورش الحماية الاجتماعية ابتداء من هذه السنة 2023 نبداو نحصلوا على نتائج هذا الورش، النتائج الأولية، الطاقات المتجددة رأى أفق 2030 وهو قريب جدا. إذا كل هذه التحولات اليوم أنا أستبشر خيرا أننا سوف نحقق هذه الأهداف، وسنمر إلى سرعة ثالثة في 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 عهد صاحب الجلالة إن شاء الله. طيب أستاذ حنان مرشد، نحن أمام مشروع كبير ضخم على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، وعلى المستوى البيئي. أكيد هو مشروع كبير، مشروع ضخم، مشروع يأتي في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة بالنهوض وبجعل هذه القطاعات، قطاع الطاقات الخضراء والصناعة الخضراء، كمجال تنافسية كبير لبلادنا. مشروع شمولي متكامل، صديق للبيئة، يرفع التنافسية، يفتح مجالات جديدة للبلاد والمجتمع الشرقي في السوق العالمية، ويفتح مجال تنمية صناعية كبيرة داخل البلاد من خلال المكون الداخلي، من خلال الابتكار، من خلال الإنتاج المحلي وكل المكونات. ومشروع شمولي كونه ينتشر في عدة مناطق من المملكة، ويفتح آفاق ويفتح جهات جديدة لتنضم إلى البصمة التي يتوفر عليها المجتمع الشريف الفصفط حاليا في البلاد. نعم، شكرا سيدة حنان مرشد المديرة التنفيذية للتنمية المستدامة بمجموعة المكتب الشريف للفصفط. شكرا أستاذ
بدر الزاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، كانت هذه حلقة خاصة من برنامج نقطة إلى السطر لتحليل ومناقشة رهانات وأبعاد الاستراتيجية الملكية المتعلقة بالانتقال الطاقي والتحول نحو الاقتصادي الأخضر. إلى اللقاء.